التوطئة للملف الرياضي، ونرحب بعثمان الأصباط الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي الذي يكون ضيفا معنا كل يوم سبت. عثمان مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بك، صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشروق. أهلا بك، وخلينا في البداية نتكلم عن مباريات الدوري الممتاز في السودان، نتحدث عن أولى المباريات اليوم. نعم، كان اليوم في 3 مباريات أبرزها مباراة الفاشر بين المريخ وهلال الفاشر في الجولة، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث، كان المريخ عنده ارتباط بمباراة الوداد المغربي، تأجلت المباراة، طبعا اليوم في ملعب النقعة، مهمة صعبة للمريخ على اعتبار أنه خسر المباراة الماضية أمام حيل وادي نيالة بهدف. المريخ لعب حتى الآن 4 مباريات، فاز على أهل الخرطوم وأهلي مروي، وتعادل مع حيل عرب السودان في الخرطوم، وخسر من حيل وادي نيالة في نيالة. اليوم يلعب مباراة يعني مع حيل الفاشر، مباراة صعبة خاصة بعد يعني إعفاء الجهاز الفني المدرب الجزائري آية عبد المالك، وتكليف الكابتن جمال أبو عنجة والحارس الأسطورة حمد بريمة بقيادة تدريب الفريق في مباراتي الفاشر مع الهلال والمريخ، مع الهلال اليوم ومع مريخ الفاشر يوم 30 من الشهر الجاري. المباراة صعبة جدا، المريخ يمكن يعني يسعى للفوز، خاصة أنه يملك 7 نقاط فقط من 4 مباريات، أي تعثر جديد يباعد بين الفريق والمراكز الأمامية، فبالتالي المدرب جمال أبو عنجة عمل الجانب النفسي خلال التدريبات الماضية، وطالب اللاعبين بالقتال حتى أنه يحققوا نتيجة جيدة أمام الهلال. الهلال الفاشر أيضا لعب 4 مباريات حقق الفوز، لم يفوز حتى الآن في الدوري، تعادل في 3 مباريات وخسر أمام الوادي نيالة، فبالتالي هو دائما مباراة مع القمة في الفاشر تكون صعبة جدا في على ملعب النقعة، لكن في تفوق واضح يعني مباراة الفريقين في الدور الممتاز منذ بدايته وصعود الهلال الفاشر، جمعت الفريقين 6 مباريات كان التفوق فيها واضح للمريخ، المريخ حقق 5 انتصارات وفي تعادل وحيد، تعادل سلبي بين الفريقين، لم يسبق الهلال الفاشر فاز على المريخ، ولكن ظروف المريخ حاليا تختلف كثيرا عن المواسم الماضية، الوضع الإداري وظروف الأوضاع المالية انعكست على مشوار الفريق على المستويين المحلي والأفريقي والعربي. أيضا في مباراتين في الدور الممتاز، هناك مباراة في بورسودان بين حي العرب بورسودان وهلال الأبيض، مباراة قوية جدا، دائما الفريقين يلعبوا بتميز في مباراتهم، يكون فيها ندية وإثارة. حي العرب بورسودان في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، عاد من تعادل سمين من القضارف في الجولة الماضية أمام الشرطة بهدفين لكل، يسعى للفوز خاصة المباراة طبعا في أرضه بين جمهوره. هلال الأبيض في المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، آخر مباراة تعادل مع أهلي مروي على ملعب شيكان، ويسعى للفوز حتى يتقدم في المراكز الأمامية. أيضا هناك مباراة بين حيل وادي نيالة مفاجأة الدوري اللي فاز على المريخ، وهو الآن احتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حيستضيف المريخ الفاشر، مباراة قوية جدا، المريخ الفاشر يملك رصيده 9 نقاط في الترتيب السادس في أرضية الدوري، ده مباريات عندها القرب تسم بقوة وإثارة وندية، هي دي مباريات الثلاثة اللي حتقام في الدور الممتاز اليوم. طيب نبقى في المريخ، وتحديدا نتحدث عن يعني محمد عبد الرحمن وبكر المدينه، حديث عن عرض قدم لمحمد عبد الرحمن مع اقتراب التسجيلات، وايضا ماذا عن فكره اعاره بكر المدينه، يعني هذين الخبرين. نعم، محمد الرحمن يمكن صرح لصحيفه جون اليوم، اكد انه تلقى عرض من نادي الهلال، المعروف انه عقد اللاعب ينتهي من نهايه العام، المريخ حتى الان لم يجري اتصالات رسميه، ابو محمد الرحمن اكد انه تلقى اتصال من سوداكا، اكد له انه رغبه المريخ تجديد العقد، ولكن اتصال وحيد، لم يتبع اي اتصال اخر بتحديد المبلغ المالي المعروض للاعب حتى الان. الهلال كما ذكر محمد الرحمن يعني تلقى عرض من اقطاب الهلال، لم يتلقى عرض رسمي حتى الان من مجلس الاداره، ولكن لاعب حر، وهو لاعب قيمه فنيه كبيره جدا محمد الرحمن، الاصابه بعدته من المريخ، وهو غاضب جدا على فكره على مجلس المريخ على اعتبار طيلة ال3 أشهر التي قضاها في الدوحة لم يتلقى اتصال للاطمئنان على صحته. كان يحس بالإهمال يعني. نعم، يحس إهمال كبير جدا، هو عاتب على مجلس المريخ فقط لولا يعني تكفل رابطة المريخ بالدوحة بعلاجه لكان غير مساره للهلال أو أين داخل، والآن قادر جدا مجلس المريخ قطع كبير جدا من المجلس على اعتبار أن لاعب أصيب وكان يدافع عن شعار النادي، فبالتالي يعني رابطة الدوحة تكفلت بعلاجه، لم يطلب منك اي مبلغ مالي، اقل لا يعني كان يكون في اتصالات لاطمئنان على صحته بين الحين والاخر حتى يشعر اللاعب بانه مجلس المريخ مهتم به ويكون في وضعيه نفسيه جيده، فبالتالي هو غاضب جدا من المجلس، اكد انه تلقى اتصال من سوداكال، ولكن وضع المريخ المالي حاليا لا يستطيع اعاده قيد محمد الرحمن اعتبار انه اللاعب يعني اعاده قيد تتطلب مبلغ مالي كبير جدا يعني، فبالتالي تدخل الهلال اذا كان رسمي ممكن يغير مساره اعتبار الكارديان انه يملك مبالغ ماليه، ولكن اللاعب اكد انه انتقاله حيكون مفاجاه خلال الفترة القادمة،
أكد أنه هو الآن يضع في اللمسات الأخيرة لانتقاله لفريق لن نتحدث عنه في الفترة الحالية، ولكن سيترك الأمر لحينه. أكد أنه هيكون في انتقاله مفاجأة لجماهير الكرة السودانية، وبالتالي من خلال حديث محمد الطحاني أكد أنه اللاعب سينتقل لأحدى الأندية العربية، اعتبار أنه تلقى من قبل يعني اتصالات من أندية سعودية وجزائرية. أيضا بكر المدينة يعني تم إعارته لفريق القوة الجوية العراقي، المريخ تسلم نصيبه من الصفقة البالغة 140 ألف دولار، المريخ تسلم 70 ألف واللاعب لم يتسلم نصيبه. اللاعب غادر بغداد بانطلق تمارين الفريق 3 أيام، ضخمته الملاريا وعاد إلى الخرطوم لتلقي العلاج ولم يعود حتى الآن. فريق القوة الجوية أمس أكد أن اللاعب إذا لم يعود إلى العراق هدد بفسح عقد اللاعب، واللاعب أكد أنه هو لن يعود على اعتبار أنه لم يتسلم حتى الآن قيمة مستحقاته البالغة 70 ألف دولار. ولكن هذا السلوك غير احترافي من بكر المدينة، ينبغي أن يعود اللاعب وهو لم يمضي سوى 3 أيام في العراق، عليه أن يعود إلى العراق والالتحاق بتمارين فريقه، ومن ثم المطالبة بالمبلغ المالي حتى أنه يحصل عليه، وبالتالي يكون وضعه القانوني أفضل حتى لو تم شكوى أو فسح العقد، هو يكون متواصل في مواظف التمارين ولم ينال المبلغ المتفق عليه، وبالتالي وضعيته القانونية تكون أفضل. ولكن أنت تعود إلى الخرطوم ولم تنتظم في تمارين الفريق وتطالب بمستحقات مالية، هذا الأمر غير مقبول. هنصل مباشرة إلى فريق الهلال ونتحدث عن الاجتماع بتاع فريق الهلال، وفيه تفاصيل كثيرة من خلال المدرب وبرضه بعد إحداث بعد التغييرات. نعم، لا يمكن هيغادر اليوم إلى مروي لمواجهة الأهلي في الجولة السابعة، أهلي مروي في كريمة. الهلال عاد انتصارات بعد فقدانه ل8 نقاط في 3 مباريات، خسر من الأمل عبرة وهلال كادوبلي وتعادل مع أهلي عبرة، حقق الفوز على الاهلي شندي فوز معنا اعتبار انه الاهلي من الفرق القويه، عاد لسكه الانتصارات وبدا يرتب اوراقه لغادم الجولات. عقد اجتماع يمكن كان في يعني عبد الله عبد اللطيف سيد قائد الفريق في حديث انه تم ابعاده من التشكيله، ولكن هو اكد عدم وجود خلاف بينه وبين المدرب العام حسين مصطفى، واكد انه ابعاده كان تم لاراحته هو وابو عبد الله على اعتبار مشاركته المستمره مع الفريق المنتخب الوطني. عاد بويل للتشكيله، ولكن تم ابعاد نزار حامد الوش الصغير لترتيبات خاصه بالجهاز الفني، وبس هتغادر اليوم وهواجه الفريق اهلي مروي قدم في الجوله السابعه الدوري الممتاز. نعم، ايضا واحد من الاخبار نائب رئيس المفوضيه الوطنيه لهيئات الشباب صرح الوزيره لا علاقه لها بالجمعيات، يعني يمكن هذه الاخبار شغلت الساحه الرياضيه، وايضا تصريحات شداد ان المنظومه الاساسيه لا تفرض على الهيئات الرياضيه، يعني كيف ترى هذا الامر؟ نعم، هو قرارات وزارة الشباب والرياضة يمكن حدثت تراك وجدل حول صحة القرار من عدمه، البعض اعتبره تدخل في الشأن الرياضي ويمكن أن يجمد عضوية السودان في الفيفا، ولكن الوزيرة أكدت أنها حلت المفوضية الاتحادية على اعتبار أنه ما يحدث في المفوضية الآن، يعني الوزارة تلقت شكاوى مدعومة بوثائق ومستندات لأنه هناك تجاوزات مالية وإدارية في بعض الاتحادات والهيئات، وبالتالي هي تدخلت وفقا للقانون المواد 8-12 و8-15 من الوثيقة الدستورية العام 2019 بحل المفوضية الاتحادية وتكوين يعني اعطاء جزء للمفوضية على اعتبار انه معظم الاداريين الحاليين في المفوضية من عناصر النظام السابق، وهناك فساد واضح بعد تلقي يعني شكاوى مدعومة بالوثائق، وبالتالي هي تدخلت واكدت انه التدخل ده لا يجمد عضوية السودان على اعتبار انها هي محلت وعين التعيين اعتبار انه، والبعض اكد انه التدخل يعني ما في محله، فبالتالي اكدت خلال الفتره القادمه هو القرار رقم 11 بنسخ القرار رقم 10 اللي هو خاص بحل المفوضيه، فبالتالي هي اكدت انه خلال الفتره الجايه حيتم تكوين المفوضيه الاتحاديه، يعني حل المفوضيه بالتالي يوقف اي قيام لجمعيه عموميه لاي هيئات، اليوم يمكن في جمعيات التنس ولكن لن تقام اي جمعيه عموميه على اعتبار المفوضيه هي المشرفه على كل الجمعيات العموميه وفقا للنظام الاساسي، فبالتالي هي اكدت انه خلال فتره وجيزه سيتم تكوين مفوضيه من اعضاء جدد، والاعضاء السابقين هم يتبعوا النظام السابق، فهو تدخلت حسب القانون، ولكن هناك البعض يرى انه التدخل يمكن ان يجمد، هي اكدت في حديث امس انه التدخل كان وفقا للقانون ولا يؤثر على وضعيه السودان في الخارجي. شداد ايضا ايوه تفضل يا اسامه. شداد صحيح يعني اكد انه النظمه الاساسيه للانديه يعني هي بمثابه دستور، يعني اي هيئه سواء كانت اتحاد او نادي تخوض يعني هو لا انه يكون عندها نظام اساسي خاص لا يفرض عليها من جهه اخرى اعتبار انه هو دستور. النظام الاساسي للاتحاد او النادي المعني يتم وفقا لما يعني ما تم التوافق عليه بالجمعيات العموميه للانديه والاتحادات، فبالتالي هي ملزمه به، واي
فرض لنظام اساسي من الخارج يعتبر قانونيا غير خرق للقانون. خرق للقانون صحيح. واكد ايضا شداد يعني كان في حديث في لقطة عن تكوين لجان التسيير والتطبيع للأندية، هو أكد أنه حيتم يعني تكوينه في ثلاث حالات في حالة وجود مجلس منتخب. إذا كان مجلس يعني فترة انتهت ولم يقوم بإجراءات جمعية عمومية، أو إذا تقدم كل أعضاء باستغالات جماعية، أو فقط شرعيته وفقا للنظام الأساسي للنادي، هذه الحالة يتم تكوين لجنة التطبيع والتسيير. طيب حنمشي من المحلية وإلى أبرز الأحداث العالمية خصوصا الدور الأوروبي. نعم، الدوريات عادت بعد أسبوعين، أسبوع الماضي كان دور أبطال أوروبا، تعود اليوم الدوريات في كل العالم يعني للدوران. الدور الإنجليزي يمكن يشهد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي الثاني. مانشستر سيتي يعني حقق انتصار الجولة الماضية على كريستال بالاس، وبعد تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد يعني قلص الفارق إلى 6 نقاط. يعني ليفربول انتصاراته توقفت عند 8 انتصار، فبالتالي السيتي مرشح فوق الغادة للفوز على استون فيلا، لم تحدث مفاجآت، حتى انه يقلص الفارق اكثر من 6 نقاط، لانه ليفربول حتواجه بمباراة صعبة جدا قدم مع توتنهام، وتوتنهام دائما يلعب مع أندية المقدمة بمستوى قوي رغم تراجعه، فبالتالي السيتي يزعل الفوز اليوم حتى انه ينتظر ماذا يفعل توتنهام امام مانشستر يونايتد. مانشستر ليفربول مع توتنهام مع ليفربول قدم. ايضا تشيلسي حيواجه بيرنلي اليوم، تشيلسي قدم عروض جيده على المستوى الاوروبي والمحلي. مانشستر يونايتد حيواجه نورتش سيتي، وارسنال حيواجه كريستال بالاس، دي مباريات الدوري الانجليزي هذا الاسبوع. الدوري الاسباني يمكن تم تاجيل الكلاسيكو للاوضاع الامنيه في اقليم كاتالونيا، لن يلعب الريال وبرشلونه في الجوله العاشرة، حيلعب اتلتيكو مدريد واتلتيكو بالباو اليوم. اتلتيكو مدريد تحقق 3 تعادلات في الجولات الاخيره، يسعى للفوز ووضعته في المركز الخامس حتى انه يصعد من المقدمه. ايضا غرناطه يمكن القريب من الصداره اليوم حيواجه ريال بيتيس، هو فرق بين برشلونه متصدر نقطتين ونقطه من ريال مدريد، تسعى يعني استفاده من غياب الغريمين لاعتراف الصداره حال فوزه على ريال بيتيس في مباراه اليوم. الريال وبرشلونه كما تحدثت انه تأجيله ل 15 ديسمبر، حيكونوا في الراحه هذه الجوله، حيلعب مع ليجانس ريال مدريد في الجوله القادمه. ايضا الدوري الايطالي يمكن اليوم يوفنتوس متصدر، حيلعب مباراه يمكن سهله مع ليتشي. اليوفي متصدر الدوري حتى الان برصيد 28 نقطه، متعرض للهزيمه، تعادل المباراه الوحيده، حقق 5 انتصارات، يسعى لتحقيق الفوز حتى يواصل مشواره في الصداره. هو حقق الدوري الايطالي 8 مواسم على التوالي، يسعى للفوز بالبطولة المرة التاسعة. أيضا يجد مطاردة من أنتر ميلان الثاني برصيد 21 نقطة، فرق بيناتهم نقطة. الأنتر حيلعب مباراة قوية جدا مع بارما، المعروف إنه يلعب مع أندية المقدمة بقوة. غدا أيضا مباراة قوية حتكون بين ميلان وبارما، ميلان وروما، يعني دائما روما بيلعب بقوة أمام الأنتر وميلان، حيواجه ميلان غدا. وأيضا هناك مباراة قوية جدا حتلعب بين لاتسيو وفيرنتينيا في الدوري الإيطالي. الدور الألماني يمكن في حادثة غريبة جدا، 9 أندية تسعى للصدارة، يعني 9 أندية قريبة، الفارق بين بوروسيا يعني مونشنغلادباخ والمتصدر وفرانكفورت 9 نقطتين فقط، وفي تباين في المستوى، بالتالي 9 أندية تسعى للصدارة، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ وليبزيغ وبوروسيا دورتموند. والدوري الفرنسي حتكون قمة غدا أيضا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان. شكرا جزيلا عثمان الأصباط على كل ما قدمت لنا من تحليلات وآراء، كثر خيرك. شكرا لكم وشكرا لمشاهدي الشرق. شكرا لك. شكرا جزيلا، وصلنا لختام الحلقة بالتأكيد بختام أخبار الساحرة المستديرة. الطيبون المبتسمون دائما يغرسون الجمال في قاع الأرواح، كن مبتسم كن طيب في تعاملك مع الآخر. شكرا للتيم العامل، وشكرا كذلك للزميل أحمد ناجي على هذه الرقعة. شكرا منى، حتى نلتقيكم تقبلوا تحية فريق العمل الذي ساعدنا ونحن نوق جهدهم. إلى اللقاء.